طيب دكتور يحيى، نبقى مع هذه العملية اللافتة للأنظار والتي تمكنت من خلالها المقاومة الفلسطينية من تجبيد خسائر كبيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي نتيجة هجومهم على مقر قيادة عمليات الاحتلال في مدينة رفح. اللواء دويري يقول بأن تمكن كتاب المقاومة من أن تقوم بالهجوم على مقر قيادة عمليات الاحتلال ثم بعد ذلك الانسحاب دون أن يكون هناك ردة فعل من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فهذا يدلل على أن هذه القوات هي قوات نخبة على غرار القوات الأمريكية وعلى غرار قوات النخبة في الجيوش النظامية التي تقوم بتكبيد المحتل خسائر كبيرة ثم بعد ذلك تنسحب قبل أن يكون هناك ردة فعل. بماذا تعلق؟ هو هذه الحقيقة 75 عام من الجهاد، 75 عام من تراكم الخدمة منذ قيام هذا الاحتلال الغاصب عند شعبنا الفلسطيني، جعل من هؤلاء المقاتلين الذين تدربوا على من هم أقدم منهم القادرين على تنفيذ مثل هذه العملية الكبيرة التي أدهشت العالم كله وأدهشت حتى الجيوش العسكرية الكبرى في العالم، أن تقوم هذه القوة بدخول أو بضرب مقر عمليات لقوات الاحتلال ومن ثم الانسحاب بشكل سليم بعد أن أوقعت فيهم الخسائر ودمرتهم. هذا يدل على الهزيمة النفسية الكبيرة لدى الجيش الصهيوني الذي يريد الخلاص من هذه الحرب دون بأي طريقة. ولكن هذا المجرم الذي يستمر بعمليات إجرامه وإبادته للمدنيين في غزة يريد الاستمرار في ذلك. هذه العملية ستدرس في الأكاديميات والكليات العسكرية، وكن على ثقة إن المجاهدين والفرسان في غزة وفي فلسطين ومن قاوم الاحتلال حتى في العراق، هؤلاء هم من النخب العسكرية التي يمكن أن يعطوا دروسا للجيوش الكبرى الأخرى مهما تدربت، لأن هؤلاء قد مارسوا هذه العمليات على أرض الواقع في وقت أن تلك الجيوش تنفذ مثل هذه العمليات على شكل تمارين، ولربما يظهر لها أخطاء إذا نفذت هذا التمرين. ولكوني لست عسكريا، ولكن هذا ما نقرأه نحن عبر كراسات كانت تقدم أو تطبع أو تنشر، فإن هذه العمليات التي تنفذ على أرض الواقع هو ما يذهل هذه الجيوش ويذهل حتى قيادة الكيان الصهيوني التي تريد الخلاص من هذه الحرب. لذلك قام هذا المجرم نتنياهو بعملية حل مجلس الحرب الذي كان يضغط عليه من أجل وقف هذه الحرب والانسحاب من غزة.